السلام عليكم مع الزول في اللوان. مرحبا بكم لي زابوني تاعي. واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل لاباس، راكم كامل بخير، وراكم كامل بصحه جيده. لاول مره يتلاقى بيا نقول له الزول مرحبا بك الى قناتنا الصغيره المتواضعه. انضم الينا بالاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد، فضلا فضلا وليس امرا. ديروا لي جيم، انعم ديروا لي جيم جماعة يا خوتي وخياتي العزاز، ديروا لي جيم باش تحاميو هاد الفيديو. ايضا ما تنساوش بالصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما راكم تشوفوا اليوم ما جيتكمش بوصفة اقتصادية، جيتكم بفيديو رائع، يعني درت لكم فلوج خفيف. يعني اليوم انا بالضبط في هاد النهار اللي صورت هاد الفيديو رحت لمدينة تيزي وزو، ولقيت بلي فتحوا اكبر مركز تجاري في ولايه تيزي وزو، يعني في المدينه، يعني بتصاميم يعني رائعه، يعني درت كامل ولايه تيزي وزو. بصح مثل هذا المركز ما كاش، نقول لكم ما تراتيوش برك هاد الفرصه. تابعوا معايا الفيديو للاخير، راح تشوفوا بزاف تفاصيل في هذا المركز التجاري. انا عجبني بزاف بزاف، يعني صراحه لحد الان اول مره نتلقى بمركز كبير كيما هذا وفيه كلش، يعني كل واش تستحقي متوفر في هذا المركز. بالضبط موجود في ولايه تيزي وزو، جهه تاع لاميود، اللي في تيزي وزو يعرف يعني جهه تاع لاميود افون داريفي ا لافار، ماشي لافار الاولى، لافار دوزيام. فوالا تلقاو هذا المركز، يعني تلقاو من برا مكتوب يعني مركز تجاري تاع ميود، وتدخلوا فيه كاين دي زيطاج كبار، تمشي وتلقاو بزاف عفايس. ونقول لكم ثاني، يعني انا هنايا كنت صريحه معكم، حنا نكون صريحه، انا هنايا كنت مزروبه، يعني في ميزي ما روحش ندخل، ما على باليش بلي راح نلقى مركز كيما هذا. كي لقيتو بلي اول مره داروا فتحوا، يعني في هذا النهار اللي صورتوه اللي داروا افتتاح جوز طريق تما، قلت علاش ما ندخلش ونصور خوتي وخياتي العزاز ويديو هاد الفكره. وراح نكتشف انا ايضا، يعني راح نكتشف ايضا الجديد اللي متواجد هنا في تيزي وزو. كما راكم تشوفوا يعني في هذا النهار بالضبط، يعني مازال بعض الحوانت يعني هنايا، يعني مازال ما انستالاوش كامل السلعه تاعهم، على بالكم كيكون نهار تاع الاول. بصح يعني شفت بعض الاسعار، اسعار جد معقوله وجد رائعه. يعني نقول لكم كيما حبيتي رخيص 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 كامل تلقيه، حبيتي الغالي تلقيه. يعني هنايا كي تجي تشري ولا تقضي لدارك، تدخلي لهذا المركز تمشي فيه من الصباح حتى العشيه، ما كاش الشمس ما كاش الشتاء، راح تقضي كامل واش حبيتي وباسعار اللي حبيتي. يعني نقول لكم برك بقاو معايا لاخر الفيديو راح تشوفوا. يعني هنايا صوتكم فقط بعض اللقطات، شويه منا شويه منا شويه منا شويه منا، راح يعني النهار اللي نديسيدي نروح باش نقضي ولا نشري راح نروح لهذا المركز، راح نزور ولايه تيزي وزو وراح ندوز على هذا المركز. فهداك النهار راح نصوركم كامل التفاصيل شويه شويه، كل حانوت اللي ندخلها باش نشري راح نصوركم وراح ندير لكم الاسعار باش تشوفوا وديو الفكره، خاصه يعني الملابس تاع العيد للدراري كاين كلش 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 كاين. نقول لكم برك ما تنساونيش بالجام، ديروا لي جام فضلا وليس امرا، هاد الجام باش تحاميو فقط الفيديو. ونقول لكم ثاني حبيت نقدم الف تحيه من هاد المنبر لكامل الناس تاع تيزي وزو، نقول لهم يعني ناس ما شاء الله ناس كرماء، نحبكم ونموت عليكم ونحب كامل الشعب الجزائري. وتحيه 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 الشعب الجزائري وين ما كانوا، خاصه تاني الناس الغربه. حبيت تاني نخدم الف تحيه لكامل الجاليه الجزائريه المتواجده في الغربه، وشكرا لكم على كامل التعليق تاعكم الجميله. نقول لكم فقط بقاو مع هذا الفيديو، يعني راح تشوفوا برك مقتطفات الصغيره، هذا يعتبر اكبر، يعني بالنسبه لي انا شدت اكبر مركز تجاري في الجهه تاع عميود. يعني على بالكم كيما قلت لكم افون داريفي لافوار، يعني ما كاش اللي ما يعرفش لافوار تاع لاميود، لافوار دوزيام قبل ما تلحقوا ليها تمشيو يعني تلقاو يعني
هاد المركز هذايا من البعيد يبان بلي حاجه جديده في تيزي وزو. من البعيد روحوا برك الجهه تاع اليميود، راح من البعيد يقولكم ايه راني هنايا، تشوفوا الاضواء تشوفوا كلش، ديجا من برا من برا تحسي روحك بلي راح تدخلي حاجه ماهيش متواجده في تيزي. تقول لي راني ندخل فما على باليش كيما في الدول الاوروبيه. بلا ما نقول لكم ثاني في الداخل، يعني ما شاء الله رائع. نقول لكم نبقاو معكم ان شاء الله، ان شاء الله كنت معكم خفيفه وظريفه، ونبقيكم على خير، وان شاء الله نتلاقى معكم مع فيديوهات واحد اخرين مع وصفات اقتصاديه ومتواضعه وتكون سهله والمقادير تاعها يعني تكون بسيطه جدا. وان شاء الله تاني حبيت نقول لكم ان شاء الله هذا رمضان نلقاكم بالصحه والعافيه. باي باي، ما تنسونيش بالجيم وكومونتير خوتي وخياتي العزاز. باي باي، راح نجيكم بوصفات وراح نتاني نوليو لهاد المركز تشوفوا كامل الاسعار. باي باي، جيم والتعليق.